السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين واعزائي المشاهدات في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من خلاله انه يلقاكم باحسن صحه وعافيه وتكونوا ان شاء الله كاملين بخير وعلى خير. فما نساوش نبداو الفيديو ديالنا بصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فبالنسبه لهذا الفيديو ده اللي كاين قدامنا اليوم، فغادي يكون فيه واحد العروض اللي هي وطنيه، غادي تكون ان شاء الله في المغرب كامل ابتداء من الجمعه الجايه الاسبوع القادم نهار 19 شهر 11. فهاد العروض هذه غادي تكون كيف قلنا وطنية، غادي تكون في المغرب كامل، اي محل ديال البيع قريب لكم اللي غادي تلقاو فيه ان شاء الله هاد العروض هذه. فيما يخص العروض فكاين فيها واحد المنظمات، كاين ايضا حتى واحد الميكسور، كاين ايضا اهم حاجه فيه هو غساله ديال الاواني ولا غساله ديال الاطباق كيف كنبغيو نسميوها. فخليكم معايا حتى الاخر باش تكتشفوا العروض. فما تفوتنيش الفرصه ايضا باش نشكركم على التشجيعات ديالكم وعلى الاراء ديالكم والناس اللي كيشاركونا التجارب ديالهم، فبالتجارب ديالكم حنا كاملين كنستافدوا. وما تفوتنيش الفرصه ايضا رحب بالناس الجدد لاول مره كتشوفوا القناه ديالنا، ما تنساوش تشاركوا معنا وتفعلوا الجرس ان شاء الله ديما كاين الجديد. فغادي نبداو على بركه الله نشوفوا العروض اللي كاينه. اول حاجه كاينه معنا هي هذه العصاره اليدويه، هذه تنعصروا بها مثلا الليمون او حتى الحامض، الثمن ديالها اللي هو 10 ديال الدراهم. وبالنسبة للوينات راه فيها الوينات مختلفين. أيضا بين العروض اللي كاينين فكاين معنا حتى هاد حامل الحلوى أولا سيرفورا كاطو. بالنسبة لهاد سيرفورا كاطو فديال الميلامين ماشي ديال البلاستيك، وبالنسبة للثمن ديال هذا كيدير تقريبا شي 20 درهم يعني 400 ريال. بالنسبة للزواقات راه فيه شي 4 ديال الزواقات مختلفين. هنا كاين ايضا حتى واحد لاختيك اللي هو زوين، عرض ديال الكاسرولات 5 ديال الكاسرولات. بالنسبه لهاد الكاسرولات فالصغيره فيها 12 سنتيمتر في القطر، اللي تابعه فيها 14، واللي تابعه ايضا الثالثه فيها 16، فكيبقاو جوج الكبار في وحده فيها 18 والكبيره فيهم كاع فيها 20 سنتيمتر. فهادو كيف قلت لكم ديال الاينوكس، عندهم واحد اليدين ديالهم بالنسبه لهاد اليدين كتشوفوا راه ما فيهم لا بلاستيك لا عود. فالناس اللي كانوا جربوهم من قبل قالوا لنا على اساس ان هذاك اليد ديالهم ما كتسخنش بزاف. بالنسبه للثمن ديالهم فكيديروا تقريبا 200 درهم يعني 4000 ريال. وهادو كيف قلنا راهم ديال الاينوكس، وكنتمنى الناس اللي جربوهم فيعطيونا الراي ديالهم بصراحه باش هكا ناس اخرين يستافدوا من التجربه ديالهم، سواء كانوا الراي ديالهم سلبي او لا ايجابي فحنا غادي نستافدوا منه بطبيعه الحال ان شاء الله. هنا كاين معنا ايضا حتى واحد طقم شاي. بالنسبه لهاد الطقم شاي هذا كيف كتشوفوا تيتكون من 3 ديال العلب، وحده ديال اتاي، وحده ديال السكر، وحده مثلا ديال النعناع. بالنسبه لهادو كيجيو في جوج ديال الوان، فكاين لارجونتي وكاين ايضا حتى الدوغي. الثمن ديال هادو كيديروا حاليا 175 درهم باش غتلقاهم، من قبل كنظن كانوا جابوهم بشي 200 درهم على ما اظن. 175 درهم يعني 2000 او 3500 ريال. ايضا بين الحوايج اللي كاينين فكاين حتى واحد الوعاء وصفايه مصفات. بالنسبه لهذا الوعاء تقريبا كاين شي 2 لتر ونص، 2 لتر و 400 مليلتر. الثمن ديالهم بجوج كيديروا تقريبا شي 12 درهم يعني 240 ريال. فبالنسبه للوان فيهم الوان مختلفين بطبيعه الحال، فيهم تقريبا شي 3 حتى 4 ديال الوان مختلفين. فهادو لا ديمونسيون ديالهم فيهم شي 21.5 على 24.7. هنا ايضا كاين معنا حتى واحد مجموعه ديال 3 ديال البلاطوات اولا 3 ديال الصينيات. بالنسبه لهاد البلاطوات الصغير فيهم فيه 24.5 سنتيمتر في القطر، الكبير فيه شي اولا الموين فيه 30 سنتيمتر، والكبير فيهم اللي هو الثالث فيه 35 سنتيمتر في القطر ديالو. هادو راهم كاتبين عليهم بما راهم ديال الاينوكس، والثمن ديالهم كيديروا تقريبا شي 120 درهم 2400 ريال. هنا ايضا غادي نكتشفوا واحد البلاطو اللي هو بالبوليكربونات انكاسابل. بالنسبه لهاد البلاطو هذا فكيكون بحال شكل ديال البلاستيك ولكن كيكون صحيح. الثمن ديال هذا كيدير تقريبا شي 40 درهم 40 درهم يعني 800 ريال. بالنسبه للديمونسيون ديالو راه ما ذاكرينهاش واش كبير ولا صغير، ولكن في الصوره كيبان على انه كبير. هنا كاين معنا واحد صينيه اولا بلاطو ديال الميلامين. بالنسبه لهادو فيهم تقريبا شي 4 ديال الزواقات مختلفين، فيهم ايضا حتى الزواقه الرخاميه. هادو الثمن ديالهم كيديروا تقريبا شي 30 درهم. فهادو حتى هما ما كاتبينش لا ديمونسيون ديالهم باش نقولها لكم. هذه الصوره ديالو واضحه. ومن بعد ايضا غادي نمشي نشوفو كاين معنا واحد لوح تقطيع بلونش ادي كوبي. بالنسبه لهاد لا بلونش هذه فيها شي 23 سنتيمتر على 32 سنتيمتر، وبالنسبه للغلط ديالها فيها شي 7 مليمتر. فيما يخص الثمن ديالها كدير تقريبا شي 35 درهم 35 درهم يعني 700 ريال.
وايضا بالنسبه للوان فيها لويناش مختلفين، فيها شي ربعه ديال الالوان. هنا كاين معنا ايضا واحد المنظم ديال الثلاجه. بالنسبه لهذا المنظم ديال الثلاجه غندوي على لا ديمونسيون ديالو، فيه 26 على 28 سنتيمتر، فهذا كيجي الشكل ديالو كبير على المنظمات العاديه. حتى نقدروا نحطوا فيه مثلا القراعي ديال لي صوص، او مثلا القراعي ديال اللي كنديروا فيهم بحال هكا الزيتونه ولا المخللات، فهذا شي يدير تقريبا واحد 10 دراهم. فهذا الشكل ديالو كيف قلت لكم الشكل ديالو زوين. ايضا غادي نمشي نشوفوا كاين معنا واحد لورغانيزاتور. بالنسبه لهذا فكيف كتشوفوا تنقدروا نديروا فيه بحال مثلا لي زاسيت بيسلات او لا حويجات اخرى اللي هما الشكل ديالهم دائري. فهذا تقدروا ديروه مثلا تسقطروا فيه الاواني، او لا تقدروا ديروه مثلا حتى في البلاكارات. ففي البلاكارات كيف كنعرفوا كان ديك التستيفه ديال لي زاسيت كتكون في شكل، فهذا غيعطيكم واحد فكره جديده. هذا شي يدير تقريبا 10 دراهم حتى هو. هنا كاين ايضا حتى واحد لورغانيزاتور بالنسبه لي زارموار ديال الكوزينه، يعني كيف كنقولوا لهم البلاكارات ديال الكوزينه. فهذا كيف كتشوفوا مثلا كيكون عندكم مثلا الكيسان وكتبغي تحطوا فوق منهم شي حاجه، فهذا كيزيدكم هذاك لي سباس وكتستغلوا المساحه بشكل احسن. فهذا كيدير تقريبا واحد 15 درهم، فيه شي 25 سنتيمتر على 25، والثمن ديالو كيدير 300 ريال. هنا كاين منظم الثلاجه اللي هو معروف، فهادو كانوا كيجيو في الاول بشي 15 13 درهم. ممكن تلقاهم عند الناس اللي كيبيعوا هادشي ديال 5 دراهم، تقدروا تلقاهم تحت الثمن ديال 5 دراهم. فبيم جايبهم هاد المره ب 9 دراهم ونص، يعني 190 ريال. هنا كاين معنا ايضا حتى واحد الغلاي. بالنسبه لهاد الغلاي فيه واحد الزواقه، فبالنسبه لهاد الغلاي الجديد فيه هو انه الوقت اللي كيسخن مزيان فتيتبدل اللون ديالو، كيعطي لوينات في شكل اخر. فهذا كيهز تقريبا 3 ايطرو. بالنسبه لهذا راه سيفلونت، الثمن ديالو كيدير شي 180 درهم، يعني 3600 ريال. ما كاتبينش عليه واش اينوكس ولا لا، ولكن لامارك ديالو لامارك ديال شاف، لامارك ديال شاف راه معروفه عند بيهم، هما اللي كيجيبوا هذوك المقالي ديال الجرانيت. هنا كاين معنا ايضا حتى واحد اش غنسميوها مثلا عصاره او لا مصفات صفايه، هذه كتهز تقريبا 4.4 ايطرو، يعني نقولوا 4 ايطرو ونص. فهذه تقدروا ديروا فيها مثلا بحال الشكل ديال النعناع او لا ربيع، وتديروها في هذه الشبكه هذه وتدوروها وتتنشف لكم هذاك الشيء اللي درتو فيها. فهذه الثمن ديالها كدير شي 36 درهم، يعني 720. هي الخدمه ديالها بحال الخدمه ديال النشاف ديال لي ماشين سومي اوتوماتيك، يعني الالات اللي هما ديال الصابون العاديه. هنا ايضا فكاين معنا واحد البواطه، هاد البواطه فيها 4 ديال الفراقات، تقدروا ديروا فيهم مثلا بحال هكا الفرماج او لا الكونفيتير، ايضا حتى الزبده. هذه كتهز تقريبا 2.5 ايطرو ونص هي كامله بالفراقات ديالها، والثمن ديالها راه كدير تقريبا شي 20 درهم، فيها شي 37.5 سنتيمتر على 14. هنا كاين معنا ايضا واحد علبه لحفظ الكيك او لا كلوشا غاتو، فهذه ديال الميلامين حتى هي فيها 4 ديال الزواق مختلفين، الثمن ديالها كدير شي 80 درهم، يعني 1600 ريال. من بعد ايضا كاين معنا حتى هاد الشوايه، فهاد الشوايه هادي راه ديال الاينوكس، هادي راها بورطابل، يعني كتهزوها كديها معاكم في اي بلاصه بغيتو. هادي كتحل على 2 ديال الجويه، كيجيو معها ايضا حتى 2 ديال الشبكات فاش كنشويو. بالنسبه لهادي كيف قلنا راه ديال الاينوكس، الثمن ديالها دايره تقريبا شي 220 درهم، يعني 4400 ريال. غندوزو نشوفو اهم حاجه اللي كاينه هي هاد الغساله ديال الاواني. بالنسبه لهاد الغساله ديال الاواني غنتكلمو على اهم حاجه اللي هي لا ديمونسيون ديالها. فكاين بعض الناس مثلا اللي كتكون عندهم واحد البلاصه وملي كيديوها ما كتصدقش ليهم اولا ما كتجيهمش في البلاصه ديالها. فلا ديمونسيون ديالها فيها في التحت ديالها 59.8 على 59.8، بحال نقولوا 60 سنتيم على 60 سنتيمتر، عاليه ب 85 سنتيمتر. فبالنسبه لهاد الاله هادي عندها 4 ديال لي بروغرام. بالنسبه لي بروغرام فكاين الكويك، وكاين يعني كيكون سريع، وكاين ايضا النظام اللي هو
ايكو سيبر، وكاين ايضا النظام اللي هو كويكلين، وكاين لانتونسيف. بالنسبه لهادو فاربعه ديال البروغرامات تقدروا نتوما ديروا اللي بغيتوا. بالنسبه للكونسوماسيون ديالها ديال الماء، فهذه كتاخذ منكم تقريبا 3360 اتر في العام، يعني في العام ماشي في الشهر باش تكونوا واضحين. وثاني حاجه بالنسبه للكهرباء، فكتستهلك تقريبا ما بين 258 حتى 261 كيلو واط في العام. دونك في العام غادي تقدر دي منكم 400 حتى 500 درهم، نقول 400 درهم في الضوء، وتقريبا شي 300 ولا 400 درهم في الماء. يعني هذه كندوي لكم على لا فاكتور ديالها في العام كامل. فهذه بزاف ديال الناس كانوا جربوها شكروها. كيبقى الحاجه الوحيده اللي غتشغل بزاف بال ديال الناس هي هاد الثمن ديالها. فمن قبل كانوا كيجيبوها بشي 1800 درهم، مؤخرا دابا جايبينها ب 2300 درهم. كانوا كيجيبوها ب 1900، دابا 2300، يعني تزاد فيها شي 300 درهم. دابا حاليا غتلقاوها ب 44000 ريال. ف ما غاديش نذكر لكم بيم بالمقارنه ديالو مع مثلا كارفور ولا مرجان. فالغسالات اللي عندهم، فمثلا عندهم بوش او لا اختيغ ماختا، فتيكونوا دايرين تقريبا حتى 4000-4500 درهم فما فوق. يمكن عندهم اقل حاجه عندهم في الثمن هي 3000 درهم، حتى تكون ديال ال جي او لا سياره. فالثمن اللي جايب به بيم هو زاد على اللي كان قبل، ولكن تيبقى ثمن مناسب مقارنه مع باقي الاسواق. فهذا انا راجع للضريبه اللي تفرضت على بيم. فكاينه ضريبه على المواد ديال التغذيه، وانتم كتشوفوا هذا الشيء غادي يتزاد، فالله يلطف بينا في هذه البلاد هذه وصافي. فيما يخص الخدمه ديالها والاراء ديال الناس، فالغالبيه ديال الناس كانوا شكروها، بزاف ديال الناس كيبقاو يتسناوها باش يعاودوا يردوها وياخذوها ناس اخرين. فهذا كرأي وتجربه ديال الناس اخرين، فالغالبيه شكروها. وتنتمنى الناس ايضا اللي جربوها يعطيونا الراي ديالهم فيها، وان شاء الله انا غادي نحاول نقلب لكم على فيديوهات تقريبيه لهاد العروض هذه كامله، وغادي نبارطاجيها معكم كيف درت اليوم. فاليوم راه شاركت معكم ديجا واحد الفيديو على العروض اللي غادي تكون غدا في المغرب كامل بفيديوهات تقريبيه. حاولت نزيد نشرح لكم ونبسط لكم العروض باش هكا تستافدوا اكثر. فهنا كاينين واحد جوج ديال الحويجات اللي ما شاركتهمش معكم، اللي هو هاد طابيد كويزين زربيه ديال المطبخ، كدير 60 درهم، فيها 50 على متر و20. وكاين ايضا حتى واحد الميكسور بلونجون اللي غنشوفوه دابا. بالنسبه لهذا الميكسور هذا كانوا كيجيبوه من قبل بشي 220، وجابوه مؤخرا بشي 250 درهم. فدابا عاودوا جابوه ب 200 درهم، اللي هو هذا ديال الامبريال، فكيجيبوه في الكيوي ولا في الامبريال، فبحال بحال. بالنسبه لهذا خدمته زوينه، حتى هو غادي نحاول نجيب لكم عليه واحد الفيديو تقريبا، ونزيد نشرحه لكم اكثر ان شاء الله يوم الاربعاء اولا الخميس فاش كيقربوا هذه العروض هذه. فكانوا هذو هما العروض اللي غادي تكتشفوا ان شاء الله عند بيم نهار الجمعه الجايه الاسبوع القادم نهار 19 نوفمبر. وكيف قلت لكم راه غادي يكونوا في المغرب كامل العروض وطنيه، اي محل ديال بيم قريب لكم الا غادي تلقاو في هذه العروض. فتنتمنى الشرح ديال اليوم يكون عجبكم، وكيف وعدتكم فغادي نحاول ان شاء الله نشاركهم معكم عاوتاني بطريقه جديده، بشرح جديد، بفيديوهات تقريبيه، باراء ديال الناس ان شاء الله، باش هكا كلشي يستافد ان شاء الله. غادي نحاول نشاركهم معكم يا اما الاربعاء اولا الخميس في الصباح ديال الاسبوع القادم ان شاء الله. فخليكم دائما في الموعد، فتنتمنى نلقاكم في قادم الفيديوهات باحسن صحه وعافيه، وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. تبارك الله عليكم.